أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة تغطياتنا الخاصة بشأن تظاهرات ثورة تشرين ومطالبها الشرعية واستمرار زخمها رغم كل الانتهاكات وعمليات القمع الوحشية التي يتعرض لها المتظاهرون والمعتصمون في الساحات والميادين. ويؤكد المنتفضون إصرارهم على مواصلة ثورتهم بالتزامن مع تداعيات مقتل سليماني ومحاولات أحزاب السلطة وميليشياتها زج البلاد ضمن دائرة صراع النفوذ المتنامي بين أمريكا وإيران بعيدا عن مصلحة الوطن، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية على العراق حال أصرت الكتل السياسية على إلغاء ما يسمى باتفاقية التعاون الاستراتيجي، والتي كانت هي نفسها من روج وتذرع بضرورتها والتي جعلت من البلاد مرهونا بأجندات دولية. نعم، ونستضيف معنا في هذه التغطية هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. مرحبا بك معنا دكتور رافع. حياك الله دكتور عمر. بداية، ما زالت تداعيات مقتل قاسم سليماني تتوالى، كيف ترى ردود أفعال قادة الميليشيات في العراق على هذه الحادثة، خاصة بعد تلويح الرئيس الأمريكي يوم أمس بفرض عقوبات اقتصادية على العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما علي أن أقول دكتور عمر من البداية أنه ثورة الشباب العراقي، ثورة تشرين من 21 لغاية الآن، سبحان الله أسقطت كثير من الأقنعة، أسقطت يعني كل الأقنعة لكل قوى العملية السياسية بما فيها الميليشيات. وأهم قناع سقط عن هذه القوى هو قناع الوطنية. نعم. اللي كانوا يدعونه، كانوا يدعون الإخلاص للعراق، وطنية، تلبية مطالب العراقيين والمتظاهرين، هذه كلها سقطت دفعة واحدة. جاء مقتل سليماني هذا ليكشف عن وجههم القبيح بشكل واضح جدا جدا، حتى من حاول أن يخفي قناعه كمحاولة لاستمالة المتظاهرين للعب عليهم، يقتلهم بالنهار، يصادقهم بالنهار ويمدحهم بالنهار، ويعني يقف خطيبا في أكثر من مكان ليعلن وقوفه مع التظاهرات ومع الثورة. نعم. وليلا يبعث ميليشيات لتقتلهم، لتخطفهم، واقفة خارج ساحة التحرير وخارج ساحات التحرير في كل المدن العراقية، تخطفهم، تقتلهم، توددهم. هذه القضية سقطت مرة واحدة بعد مقتل سليمان، وإذا بهم كل القوى السياسية اللي في العملية السياسية والميليشياوية بالذات يظهرون ولاءهم التام لإيران بشكل واضح جدا جدا وبشكل قبيح وفج، وصولا إلى ما حصل في مجلس النواب يوم أمس. نعم. ما يسمى بمجلس النواب عندما قالوا سنلغي الاتفاقية التي الموقعة الأمنية بيننا وبين أمريكا. بالمناسبة هذه الاتفاقية الأمنية التي يعني عقدت عام 2008 واستمرت لحد الآن، نفس هذه القوى. نعم. بأحزابها، بقوى الشخص، ربما يتبدلون، ربما يصعد هذا ينزل هذا، لكن هذه القوى الحزبية، القوى المسيطرة على العملية السياسية كلها نفسها. نعم. هي من أيدت هذه الاتفاقية، من اعتبرتها نصرا وطنيا، اعتبرتها ضمانة لبناء العراق المزدهر والديمقراطية. الآن تشتم هذه الاتفاق، عندما كانت القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية تقول أنه هذه الاتفاقية هي صك انتداب، صك إهانة، هي اتفاقية إذعان. كانوا يقولون هؤلاء مدسوسين، هؤلاء إرهابيين، مخربين، إرهابيين، يريدون للعراق شرا. الآن عندما قالت لهم إيران أنه هذه الاتفاقية ليست في صالحنا، الآن أصبحت هذه الاتفاقية غير وطنية، لا تخدم الناس، لا تخدم العراق، يجب إلغائها. وإذا بهم يهتفون لقاسم سليماني في البرلمان العراقي، وهذه القضية يعني ربما هناك أشخاص يهتفون في الشارع تستقبلها وتقول إنه هذا رأيه ويعبر عن رأيه، لكن أن يتعالى هذا الهتاف داخل البرلمان الذي هو يمثل الشعب
وأي شعب، شعب العراقي، وكل برلمان يمثل شريحة من الشعب العراقي، فأنت برلمان عراقي تكتف باسم سليماني الإيراني، هذه يعني سبحان الله دلالة واضحة وصورة واضحة لمن يحكم العراق وشكل العملية السياسية. وإذا بهذه الميليشيات بعد مقتل سليماني تظهر على حقيقتها أنها ولاءها ليس للعراق، تريد أن تحول العراق إلى ساحة صراع بين إيران وأمريكا، ومن يدفع الثمن يدفع الشعب العراقي، لا تهمها كل الخطوط الحمراء التي تتعلق بحقوق الإنسان العراقي، بصيانة كرامة العراق ومستقبل العراق، سيادة العراق، سلامة العراق، هذه كلها لا تعنيهم. يتحدثون عن هيبة وسلامة للعراق، وكأنه سلامة العراق وهيبة العراق متحققة من عام 2003 عندما جاءوا مع الاحتلال الأمريكي. وافقوا عليه وصفقوا له واعتبروه محررا. الآن سوف نأتي دكتور على نقاط تصويت بعض النواب على إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية، ونأتي كذلك على تهديد الرئيس الأمريكي حول العقوبات الاقتصادية على العراق. أرحب بالناشط المدني من العاصمة بغداد بالسيد علي عزيز، مرحبا بك معنا سيد علي. يعني خرج طلبة الجامعة التكنولوجية وغيرها من الجامعات يتظاهرون في بغداد دعما لثورة تشرين، إلى أي مدى ترى أن أحداث مقتل قاسم سليماني قد أثرت على تظاهرات ثورة تشرين، أو من باب أنه هناك تهديدات من قبل الميليشيات المرتبطة بإيران بقمع هذه التظاهرات؟ نعم، طبعا هذه الميليشيات خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى وجودهم كميليشيا كقوة هي غير نظامية بالعراق، دأبوا على تشكيل فصائل أخرى لقتل المتظاهرين بذريعة أنهم يحاربون كل شخص لم يترحم على قاسم سليماني ولم يقف بالضد من الوجود الأمريكي، مع العلم أن أكثر المتظاهرين الموجودين هم ضد الوجود الأمريكي، وبالخط الموازي كذلك هم ضد الوجود الإيراني. ونحن دائما نكرر نحن ضد الاحتلال الأمريكي وضد الاستيطان الإيراني. لذلك دابوا على تشكيل ميليشيات قتل جديدة خلال 48 ساعة التي مضت. عملية مقتل سليماني حاولوا أن يستثمروها من أجل أن يقسمون فيها ظهر المنتفضين ويشتتون أنظار الإعلام والصحف عن الانتفاضة وسلوح الانتفاضة، لكن الحمد لله احنا ثابتين بمواقعنا. طبعا ما نخفي سر، هذا الشيء أثر علينا يعني بالجزء القليل من خلال محاولات متكررة خلال 72 ساعة مضت بضربنا من خلال المنتسين الذين أشركوهم ضمن هذه العملية بالمشارف والسكاكين والقامات، وهذا يمكن أصبح جليا عند منصة المطعم التركي اللي هي بالطابق الأول اللي بالقرب من الجراج موقف السيارات. هذا الشيء حاولوا يسيطرون على المنصة ويعلنون بيان بسرعة متسارعة 3 إلى 4 دقائق، ثم حملوا الأجهزة وفروا هذا الفترة. لكن احنا واعيين ودعينا إلى مليونية كبيرة يوم 10/1 يوم الجمعة القادم. هاي المليونية ستزيد من أجرنا وتشد منه وتدعمنا أكثر وأكثر إن شاء الله. أعود إليك سيد علي عزيز الناشط المدني. دكتور، يعني نعود إلى موضوع الاتفاقية الأمنية، هل ترى بالفعل أن البرلمان والحكومة قادرين على إلغاء أو إنهاء أو الانسحاب من الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين حكومة نور المالكي في 2008 وبين الحكومة الأمريكية؟ هل هي قادرة من الناحية القانونية، من الناحية الفعلية والواقعية؟ قبل هذا الموضوع دكتور عمر، ما يهم أي عراقي، ما يهمنا أنا وأنت كعراقيين، ما يهم الشعب العراقي كله، إنه هل المطالبة جاءت بوعي وطني، بحرص وطني، بشعور وطني، باستعداد وطني من أجل تحرير العراق وسيادته وصيانة استقلاله وسيادته وتحقيق سيادته واستقلاله المنجز، أم بسبب طلبات خارجية، استجابة لأجندة خارجية؟ الحقيقة الإجابة واضحة جدا جدا، بسبب استجابة لأجندة خارجية. من
من 17 سنة لحد الآن كانت هذه بدءاً بالاحتلال إلى الاتفاقية عام 2008 واستمراراً بها. القوات الأمريكية لديها معسكرات ولديها قوات تتحرك في الشارع وما زالت موجودة بكل وكان السفير الأمريكي والسفير الإيراني هم الذين يتفقون على تشكيل الحكومات طوال هذه الفترة الحقيقة، والأمريكان هم من أسسوا هذه العملية السياسية. إذا كانوا يرفضون الأمريكان فعليهم أن يرفضوا أساساً العملية السياسية التي جاء بها الأمريكان. الأمريكان هم اللي جاءوا، لم يؤسسوا مؤسس بول بريمر مجلس الحكم بهذه المقاسمات الطائفية، هذه الخلطة المسمومة اللي أول مرة تقدم للشعب العراقي في تاريخه كله. هذه هلقت سنة وهلقت شيعة وكراد وعرب، هذه الخلطة العجيبة واللي استمرت هي المحاصصة الطائفية في العملية السياسية لغاية يومنا هذا، واللي جرت الويلات وجرت المصايب ووصلنا إلى الحال اللي نحن الآن فيه. طيب والشعب خرج ضدها، كل هذا يريد وطنه، لأنه هذه العملية السياسية سلبت العراق وطنه بما فيها من شخوص وأحزاب وقوى وفكر وتوجهات وانتماءات إيرانية وأمريكية. بالتالي خرج الشعب، من البداية، ومثل ما قال الأخ الناشط وحييه، يعني قال نحن كشعب عراقي وإحنا اللي خرجنا بالتظاهرات نحن ضد الوجودين الأمريكي والإيراني، لأن لا نريد أحد، نريد استقلال العراق، نريد وطننا. يعني أنت الآن تلوم، أنت تتهمهم إنه أنتوا تريد، يعني لم تحزن على سليماني، لم تشاركنا هذه الاستعراضات المهزلة التي تحصل الآن في العراق بسليماني. إذن أنت أمريكي، إذن أنت ما يسمونه جوكر، ما أعرف هذا الكلام، إذن أنت أمريكي، إذن أنت مع الوجود الأمريكي. يتهمون الشعب الآن هو أمريكي، وهي كل القوى هي التي جاءت مع الأمريكي، والأمريكي جاءهم بقطارها، يعني بقطاره جاء بهم ليحكموا العراق، وهو من حماهم طوال هذه الفترة. وكل معاركهم التي شنتها هذه الميليشيات في كل المدن العراقية اللي دمرتها كان هذا الأمريكي بطيرانه هو من يوفر لهم المظلة التي تحميهم، هو من يوفر لهم الأهداف، هو من يحميهم، هو من يدعمهم، هو من أسس ميليشياتهم، هو من أجلسهم على هذه الكراسي، هو من ألبسهم حتى هذه البدلات التي يلبسوها يستعرضون بها. هذه الحقيقة. الآن الأمريكي هذا مو دفاع عن الأمريكي، لكن هذا واقع الحال. خلينا نقول هؤلاء من، والآن شنو التصرف؟ الآن أكو صراع مناكفة بين إيران وأمريكا. أولاد إيران يعني انحازوا لأمهم إيران، فكل هذه القوى الميليشياوية والحزبية التي تنتمي لإيران حازت لأمها إيران ضد والدهم أمريكا. هي هذا الوالد هذا وهذه الأم، وهذه حقيقة. أمريكا وإيران هم من يتخادمون لحكم العراق طوال هذه 17 سنة. فبالتالي أنتم يعني الآن لديهم قدرة أو ليست لديهم قدرة على إلغاء هذه الاتفاقية؟ ليس هذا السؤال. يعني يعني هل يستطيعون أو لا يستطيعون؟ أساساً العراق به مأزق كبير ومأزق بنيوي من عام 2003 لحد الآن، وهذا المأزق تعمق بالفساد والخراب والدمار والسرقات والنهب. الآن ديون العراق أكثر من 130 مليار دولار، إضافة إلى ما يدفعون من فوائد لهذه الديون، وهي مبالغ هائلة كبيرة، كلها لبنوك وشركات وجهات أمريكية وغير أمريكية، وكلها سيطالبون بها إضافة إلى كل هذه الخدمات، خدمات حماية الأجواء، خدمات حمايتهم، إقامة نظامهم، شكلهم، أساساً بقائهم. يعني هم مارسوا الإرهاب والقتل والاغتصاب واغتصبوا حقوق الناس ولم يبقوا شيئاً لم يفعلوه طوال هذه السنوات، وكانت أمريكا هي من تسكت كل الأصوات. للحد اللي كان المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة يحدث الأمين العام للأمم المتحدة يقول له لا تستمع إلى أي شخص يحدثك إلا في الحكومة العراقية. يعني مهما جاءتك من اعتراضات، من تظلمات، من أي منظمة كانت في العالم لا تستمع إليها، استمع للحكومة العراقية. ما هذه راح تفقدوها؟ ما ترامب تهديداته واضحة، راح يقول لكم، وبالتالي راح تظهر هالملفات وهم يعرفون. كل هذه القيادات أمريكا علي
لديها ملفات عليهم، ملفات كاملة بفسادهم بخرابهم بجرائمهم كلها ستظهرها. ونحن نتمنى هذا، نتمنى أن تظهر هذه أمريكا. نحن لا نريد أمريكا ولا نريد إيران، نريد عراقا مستقلا، عراقا فخورا بنفسه وشعبه وشعبه، هذا الشاب الجميل اللي قدم التضحيات ومستعد أن يقدم التضحيات، قادر أن يحكم بلده وقادر أن يصنع تجربة من أجمل ما يمكن، تجربة وطنية، ويبني علاقات متوازنة مع العالم كله. العراق يعني شعب العراق لا يريد أن يقاطع العالم، لا يريد أن يقاطع أي دولة بالعالم، لكن يتعامل معها وفق رؤيته، وفق مصلحته الوطنية، وفق سياسته الوطنية، لا يسمح لها بالتدخل ولا يسمح لها بالتعدي عليه. هذه هي الحقيقة، هذا الشعب، لذلك الشعب خرج بهذه التظاهرات. فإذا هذه الاتفاقية، رغم أنه الكثير يشير أنه هذه الاتفاقية فيها بنود تشير إلى أنه حتى إذا أردت تلغيها الآن بعد عام من الآن يلا ينفذ هذا الطلب، طريقة آلية الإلغاء غير هذه الطريقة، يعني قدمها رئيس وزراء مستقيل هو حكومة تصريف عمال، وزير الخارجية الأمريكي لأن رئيس الوزراء الحالي هو مستقيل، ومجلس النواب لم يلتئم، عدد النواب اللي كانوا لا يزيد عن ربع العدد، لا يمكن قبول، يعني حتى العدد ما مكتمل، لأنه لا النواب الأكراد ولا غيرهم كثيرين، وكثير من الشيعة لم يحضروا، من النواب الأحزاب الشيعة نفسها اللي الآن اللي يقولون إحنا ضد، هاي الحقيقة هذه. فبالتالي لا قرارهم صحيح ولا تكليفهم للحكومة صحيحة ولا الآلية صحيحة، هناك طرق غير هذه الطرق المتبعة لجعل قانون، والقانون يطلب من دولة أخرى بفترة زمنية، والفترة الزمنية قد تمتد سنة وأكثر، وهذه الطريقة. إذن القضية مسرحية إعلانية إعلامية ليس أكثر، الغاية منها التشويش على وضع الثورة في العراق، على الوضع المأساوي بالعراق، وجعل هذه الفوضى هي السائدة لتتحكم الميليشيات. الناشط علي عزيز من بغداد، كيف وجدت ردود أفعال المتظاهرين بعد جلسة البرلمان يوم أمس وإلزام بعض النواب الحكومة ومطالبتها للحكومة بإنهاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تهديد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية على العراق؟ نعم، طبعا ما يخص الاتفاقية الأمنية والمطالبة بأن تغادر القوات الأمريكية العراق، طبعا نحن نتمنى أن تغادر القوات الأمريكية العراق، ونتمنى بنفس الوقت أن تأخذ معهم كل الذين جلبتهم من هؤلاء الذين الآن هم جالسون تحت قبة البرلمان العراقي وما يسمون أنفسهم بالسياسيين العراق الحاليين. فلتذهب أمريكا، فلتغادر قوات العراق، ولتأخذ معهم كل هذه الوجوه التي أتت بهم، سواء أتت بهم من بريطانيا أو من أمريكا أو من إيران أو من سوريا أو من أي بلد كان، فلتأخذهم معهم ويعود العراق للعراقي. وهذا كنا نعمل من أجله وكنا نطالب به منذ أول يوم من أيام الاحتلال الأمريكي. أمريكا هي العدو الأول للعراق وهي الغازي الأول للعراق، هذا البلد الإمبريالي الاستعماري. أما إيران فإيران هذا إيران الشر الذي لا بد منه، يعني إيران تعتبر الآن هي الأم الحنون لمعظم الساسة العراقي، وأمريكا هي من أتت بهم. فإذا نحن مع الخروج الأمريكي على أن يأخذ معه كل الوجوه التي جلبها معه من 2003 ولحد الآن. نعم. وبالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي هدد بها ترامب، هاي العقوبات اللي هدد فيها ترامب طبعا هي نتيجة السياسة الرعناء لأزلام الميليشيات القاتلة الموجودة بالعراق في المنطقة الخضراء، أزلام الحكومات الفاسدة المتعاقبة على قتل وذبح العراق أرضا وشعبا من 2003 لحد الآن، هذه نتيجتها. الآن عقوبات اقتصادية، ما احنا كنا نعاني من 2003 لحد الآن عقوبات الموت، كنا يعني لا نستيقظ صباحا إلا على خبر مفجع بمقتل 10 و20 وخطف كذا وكذا وكذا من الأرقام، من العشرات وعدد أيام بالمئات الأرقام، كلها كانت عقوبات موت والآن عقوبات اقتصادية. هذا كله نتيجة السياسة الرعناء الأمريكية، سياسة عصابات الكاوبوي التي جلبتها هذه الزمرة القاتلة التي استشلتها من كل متسكعات الطرق في أوروبا وفي الشرق الأوسط وفي الوطن العربي وفي آسيا وأتت بها إلى العراق. هذا نتيجة الاحتلال والغدو، وهذا نتيجة من كانوا يصفقون للاحتلال ومن أتوا وساروا
امام الدبابات الامريكيه واصبحوا يذلوهم بيتا بيتا من بيوت العراقيين الوطنيين كي يقتلوهم ويعتقلوهم. هذا نتيجته. لكن باذن الله العلي السميع المجيب سننتصر، ونحن باقون وصامدون سننتصر على المشروع الامريكي، على المشروع الايراني، على اي مشروع غير عراقي وطني مخلص خالص سننتصر عليه. نعم. دكتور، كيف تقرأ ما صرح به مقتدى الصدر وهو دعا أنصاره إلى تشكيل ميليشيا دولية وجعل الجيش والشرطة تحت إمرتها؟ ما هدف مقتدى الصدر من هذه الدعوة؟ قبل هذا دكتور عمر سأجيبك عن هذا، لكن علي أن أقول يعني عندما يجري الحديث اليوم يريدون طبعا كل هذه القوى العملية السياسية تريد أن يعني تتوه العقل العراقي، تخلط المفاهيم، تخلق الخنادق. إذا ما تكلمت عن إيران فأنت داعم لأمريكا، وإذا ما تكلمت عن أمريكا فأنت داعم لإيران. هذه المفاهيم يريدون أن يخلطوا الحالة، يريدون يخلطوا المفاهيم. أنا يعني إذا ما انتقدت إيران وانتقدت وجودها في العراق فأنا أمريكي وأنا أؤيد المشروع الأمريكي، وإذا انتقدت المشروع الأمريكي فأنا مخلص للولي الفقيه. ولماذا العراقي يؤيد المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني؟ العراقي ضد المشروعين، المشروعين دمرته، والمشروع الأمريكي هو من هو كان المظلة التي دخلت تحتها المشروع الإيراني. دخل هذا المشروع الإيراني لم يكن يتسرب إلى العراق وتغول بالعراق إلى هذه الدرجة لولا المظلة الأمريكية، ولم يكن قاسم سليماني هذا الغول اللي قتلوه الآن نتحمل هذه المشكلة الكبيرة لولا هذه المظلة الأمريكية. من قاسم سليماني وغير قاسم سليماني وجاب للعراق ودخل للعراق لولا هذا المشروع الإيراني والمظلة الإيرانية. النقطة اللي كنت تسأل عنها إنه حول دعوة مقتدى الصدر لتشكيل قوة دولية أو ميليشيا دولية. الحقيقة هذه جزء من محاولة الميليشيات لزيادة الفوضى. أي ميليشيا دولية أنت تشكلها؟ أنت ميليشياتك الموجودة وأسلحتك موجودة، تريد تقاتل أمريكا، أمريكا موجودة روح قاتلها. الشكل أن ميليشيات جديدة وميليشيات دولية وميليشيات داخلية وميليشيات، ما هذا الكلام الغريب عجيب؟ يعني أنت زيادة الفوضى، زين وين جيشكم وقواتكم المسلحة اللي بنيتوها؟ وسنويا الموازنة العراقية 3/4 الموازنة العراقية تروح إلى هذا جيشكم في تسليحة. طيب موعدكم جيش وقوى أمنية و17 جهاز أمني، وهي تقعد وتقرر وتشوف مصلحة العراق وترسم استراتيجية وتشوف وين مصلحتها وشون تقدر تقاتل وهل مطلوب من عندها تقاتل أم لا، ما هي أولوياتها؟ حماية العراق، حماية حدوده، سيادته، استقلاله، شلون تحققه، شلون تحقق الوحدة، هذا الحقيقة ولا لا؟ طيب أنت تطلب من الميليشيات ليش؟ ماكو دولة وحكومة، ومن أنت؟ يعني من أنت؟ افترض الحكومة هي متصرف. ثانيا هذه الميليشيات اللي تتحدث عنها أنت، أليس مو قلتوا هذه بالحشد الشعبي اللي هو تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة؟ كيف يمكن لهذا الحشد، هذه الميليشيات أن تتحدث وتشكل ميليشيات جديدة كما تشاء من غير القيادة العامة للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة؟ ما هذه القضية معيبة. يعني مثل ما دخلوا المنطقة الخضراء المتظاهرين، إذا يوصلهم جسر الجمهورية يضربوا قنابل حتى بالنابالم يضربوا، وقتلوا أكثر من 500-600 شهيد وأكثر من 1000 شهيد وأكثر من 27,000 بين شهيد وجريح. نعم. والجسور كلها مقطوعة عليه ولا أحد يعبر المنطقة الخضراء. ذولا دخلوا المنطقة الخضراء بكل سهولة وبملابس مرقطة والظاهرة، وخربوا دبلوماسيتكم اللي أنتم تقولون عنها، ورئيس الوزراء يبعد عنهم خطوتين، وقوات الأمنية لا شفنا قوات. يعني هذه الدعوات، هذه الدعوات دكتور إلى تهديد المصالح الأمريكية بشكل علني ومباشر، ألا يدرك قالت هذه الميليشيات بأن الوضع سوف يتأزم وبأن المجتمع الدولي بشكل عام سوف يصطف مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء تواجد هذه الميليشيات؟ إيران هناك تخبط في التصريحات. نعم مو تخبط، لكن هم ليسوا إلا ذيول، ليسوا إلا أجراء عند المشروع الإيراني. إيران تريد من العراق أن يكون ساترا، أن تكون ساحة لصراعاتها. هؤلاء أدوات هذا الصراع، لا يهمهم الشعب العراقي، لا تهمهم
لا تهم أرض العراق، لا يهمهم سيادة العراق، لا وطن العراق، لا استقلاله. 17 سنة هم لم يبحثوا عن استقلال العراق ولا سيادته ولم يحققوها. الآن سيادة العراق بدأت يعني تؤذيهم، واستقلال العراق لأنه الأمريكان موجودين بهم. 17 سنة الأمريكان هم اللي جابوكم وهم اللي خلوا مشروع الإيراني الداخل، لكن الآن إيران تريدهم، تريد الساحة العراقية هي ساحة الصراع معها لغرض مشروعها، لغرض ما تريده هي، ما تحقق من رفاهية شعبها وما تحقق لنفسها. نعم، والشعب العراقي عليه أن يدفع الأثمان الكبيرة من دم وأرواح وأموال وكرامة وكل شيء من الشعب العراقي. هذه نعم. هذه المعادلة السخيفة المميتة القاتلة التي يريدون أن يثبتوها على الشعب العراقي. نعم. الناشط علي عزيز، برأيك من سيدفع الثمن في حال وقوع عمليات انتقامية من قبل الإيرانيين تجاه المصالح الأمريكية في العراق أو في المنطقة؟ من هو الخاسر الأول في هذه الحرب إذا صح التعبير؟ طبعا، ولذلك بناء على سؤالك، لذلك نحن نريد درء هذا الخطر من على بلدنا. طبعا الخاسر الأول راح يكون هو الشعب العراقي، هذا الشعب الفقير، الشعب المظلوم، هذا اللي صار بين مطرقتين، المطرقة الأمريكية والمطرقة الإيرانية. الحمد لله والشكر هذا الشيء كله بفعل سياسيين، فلذلك يعني الشعب العراقي هو الخاسر الأول والأخير راح يكون. لكن إن شاء الله احنا نحاول أنه صمودنا ومثابرتنا على الصمود، نحاول أنه نفشل هذا المخطط الكبير الذي يراد به جر العراق إلى حمام من الدم. نعم. كيف يعني ترى رد فعل الميليشيات على مقتل قاسم سليماني ووصفهم للمتظاهرين بأنهم عملاء للمشروع الأمريكي؟ يعني هذه التصريحات بأن التظاهرات وأنها تتبع إلى مشروع غربي وأمريكا ليست بجديدة، ولكنها تصاعدت بعد مقتل قاسم سليماني. هل يصفون ما يصفون؟ عملاء للمشروع الأمريكي، عملاء للخليج، عملاء للخارج، فليصفون ما يصفون. نحن أعلم بعراقيتنا، هم لا يعلمون ما معنى العراقية ولا يعرفون ما معنى الروح الوطنية، نحن أعلم بها. لكن نحن نطلب منهم شيئا واحد، نطلب منهم أن يعني ولو شيء بسيط، أنه يتركون ذكر طيب راح يحملوه أطفالهم بالمستقبل لما يلتقون بأطفالنا بالمدارس وبالشوارع وبالساحات، أحفادهم لأحفادنا، فليتركون ذكر طيب حتى الناس تذكرهم على الأقل لشيء واحد بسيط. يعني أطفالهم حرام أنه ينعون بصفات غير حميدة نتيجة تصرف يعني آبائهم وأجدادهم. العراق للوطنيين، العراق للعراقيين، العراق للأحرار، أبناء هذا البلد الذين ترعرعوا به وشربوا من مياهه وأكلوا من خيراته، هؤلاء لا يعرفون هذا الشيء. فلذلك نحن لا يعني لا نأبه أصلا لكل كلمة يقولونها، ما يقولون فليقولوا، نحن أبناء العراق، فليتهموننا شتى الاتهامات، هم أبناء إيران، هم أبناء أمريكا، هم أبناء بريطانيا، هم أبناء كل دولة من الدول الغازية المستعمرة التي ساهمت بطريقة وبأخرى بغزو هذا البلد. يعني اليوم أمريكا ويا إيران صارت أمريكا الآن عدو إيران، سبحان الله. ما كانوا يقاتلون يعني قوات سليماني وقادة الميليشيات سليماني كانت تقاتل تحت مظلة الطائرات الأمريكية لما كانت تأمن لهم السماء العراقية. والتعاون الإيراني والأمريكي سيدي هذا ليس بالتعاون الجديد، هذا الشيخ اللي يعرفه شعبنا كله. لا يتصورون أنه المتظاهرين والمنتفضين والناشطين يعني هم بعيدين عن هذا الشيء. التعاون الأمريكي والإيراني أكيد ترى بدأ من سنة 90 لما قواتنا يعني كان لها موقف بطولة وموقف بطولة بحرب مع بوش الأب، اللي احنا اول ناس قاتلنا بوش الأب العراقيين وقاتلنا المشروع الأمريكي، وكيف خرجت القوات ما تسمى حاليا الآن فيلق بدر، كيف خرج وضرب قواتنا من الخلف. يعني هذا الشيء ليس جديد، لا كلنا نعلم هذا الشيء. ما هذا التمثيل؟ يعني هذا تمثيل وضعت عدقون كثر. نعم. أعود إليك علي عزيز الناشط المدني من بغداد. دكتور، لو نأتي على بعض التصريحات الأمريكية، الدبلوماسي الأمريكي السابق وسفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في كوبا ألبرتو فرنانديز قال بأنه يتفهم المنطق الأمريكي بشأن التهديد بفرض عقوبات على العراق.
منذ العام 2003 ولغاية الآن دائما ما نستمع أو نسمع الطبقة السياسية بكل شخصها بأن النظام السابق جلب إلى العراق كل المصائب وجلب إلى العراق الحروب وكان يتدخل هنا وهناك وبسببه فرض الحصار الاقتصادي. كيف نرى هذا التناقض اليوم؟ هم من يجلبون المشروع الإيراني على حساب العراق، العراق يتعرض إلى عقوبات اقتصادية، العراق يتعرض إلى قصف جوي من طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة إن كانت إسرائيلية أو أمريكية، الميليشيات العراقية تذهب إلى اليمن وتذهب إلى سوريا وتذهب إلى أماكن أخرى. إذن لا فرق بينهم وبين النظام السابق كما هم يدعون. كانوا يقولون يعني واحدة من المقولات الكبيرة لهم يعني، وهذا ليس دفاعا عن نظام سابق ولاحق، هذه الحقيقة، لكن هذا يعني تسجيل للتاريخ، ذكر لأحداث، ذكر للوقائع. كانوا يقولون أنه يعني النظام السابق والأنظمة السابقة في العراق لم تكن لديها رؤية وتفكير، قادتها ليس لديهم تفكير ورؤية لقياس قوة الدول، لحسابات قوة الدول. أمريكا دولة عظمى لا يمكن أن يعني تدخل معها في صراع، والعراق بسبب سياسات الرعناء دخل مع أمريكا في صراع وبالتالي عرض العراقيين إلى كارثة كبيرة. طيب صحيح، هذا لن نناقش فيه. ماذا يفعلون اليوم؟ يعني هل أمريكا الآن دولة ضعيفة؟ دولة صغرى صارت؟ الآن أمريكا رقم واحد في العالم، هي الدولة الأوحد، لا وجود. يعني قبل كان هناك يعني قطبين، أمريكا والاتحاد السوفيتي، وسقط الاتحاد السوفيتي وانتهت، وجيتوا أنتم في عهد أمريكا تقول إنه القرن القادم وهذا القرن هو قرن أمريكي، وأمريكا العالم كله يخافها، وهذه مو كذبة أمريكا، وليس دعاء وليس مدحا بأمريكا، لكن هذا الواقع الحال. أمريكا أكبر قوة اقتصادية، أكبر قوة عسكرية، أكبر قوة سياسية، أكبر قوة استخبارية، أكبر قوة تكنولوجية، والعالم كله يعرف هذه. نحن ننكر هذه القضية عندما تريد إيران؟ الآن إيران تريد أن ننكر هذه القضية وندخل كوقود ونجيب الشعب العراقي يخليه وقود لمعركة ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل من أجل عيون الولي الفقيه وإيران، ويجب أن نهتف لإيران، نموت ونحن نهتف لإيران. لماذا؟ لماذا؟ ليقولوا لنا لماذا؟ عن أي شيء يعني؟ قائد فيلق القدس، هذا اللي يسموه الفيلق القدس، شو ما قاتل بالقدس في اليوم؟ يعني هو هذا هذه القوة، هذه الادعاءات اللي تدعيها يعني إيران عن تحرير القدس، عن هذا الفيلق صار له 30 سنة ما شفنا في اليوم قاتل في القدس. هذه الكذبة الكبيرة، هذه السياسات الرعناء الكبيرة، لديهم مشروع للتمدد، للسيطرة، لضعف العراق، كلما ضعف العراق كلما قوت إيران، هذه هي الحقيقة، وتمددت إيران على حساب العراق، هذا اللي يجري، وكانوا يتخادمون من عام 2003 لحد الآن. هو العملية السياسية والمشروع الأمريكي من أيده؟ أول من أيده من؟ ما هي إيران أول من أيده، وهي من جاءت بأحزابها وطلبت منهم أن يؤيدوا المشروع الأمريكي، وهي طلبت من أتباعها أن يدخلوا بمجلس الحكومة. من بمجلس الحكومة؟ تقريبا أول سفير في المنطقة هو من إيران. ما هذا الحقيقة، وكل القوى خلي بالأسماء ستجد أنه من مجلس الحكومة لغاية الآن كل هذه القوى هي إيرانية وتابعة لإيران، وإيران دفعت بها من أجل عيون الولايات المتحدة، هذا الشيطان الأكبر. أحمد نجات أول رئيس أمريكي إيراني، أول رئيس بالعالم يزور العراق وبحماية الحراب الأمريكية. نزل بالعراق بطائرته وبحمايته، والعراق دولة محتلة، أليست هذه حقيقة؟ الآن على من تكذبون؟ الآن إيران بطلة المقاومة، ما أعرف شنو زعيمة المقاومة بالعالم، وهي التي، وهذه كذبة كبيرة. ليش؟ وليش الشعب العراقي يدفع هذا الثمن؟ العراقي يريد يكون بوطنه مستقل، سيادته، كرامته محترمة، مثل ما الإيراني يعتز ببلده، العراقي يعتز ببلده، يعتز بوطنه وبترابه وبأرضه وبأجداده وبتاريخه وبعروبته وبدمه، وله مشاكله يحلها بنفسه. الإيراني عنده مشاكل، خلي يروح يحل مشاكله هو، ليه صدرها إنه؟ لماذا نقبل أن تتصرف هذه الميليشيات والقوى السياسية لتجلب المشاكل الإيرانية لكي تحل على برؤوس العراقيين؟ هذه الحقيقة. الآن اكو صراع أمريكي إيراني، لماذا العراق يدفع الثمن؟ لماذا؟
ليقولوا لنا هذه الكذبة الكبيرة. مقتدى الصدر نشكل قوة، لماذا؟ أنتم قبل المقاومة العراقية سميتوها إرهاب، نعم، وقلت هذا جيش تحرير، لا يمكن، لا يمكن أن تقاومه، قوات صديقة، قوات صديقة وجيش تحرير، نعم. وما يصير بينه وبينهم اتفاقية أمنية ولا يجوز. وجبتوا المقاومين اللي يلزموهم بعدين، شكلتوا صحوات وشكلتوا ميليشيات، جبتوهم ذبيتهم بالسجون لحد الآن، اللي نعم. مات مات واللي بعده بالسجون. الآن صارت المقاومة يعني راية لكم، متى هذا؟ هذا الكلام يعني إذا إيران رادتكم مقاومة أنتم مقاومة، وإذا رادتكم خانعين فأنتم خانعين. إذا أنتم أجراء لدى إيران، مو أجراء للعراق. والله تصير أجير للعراق، هذا بلدك وهذا شيء يشرفك لا. أن تكون أجير في العراق، لأنه هذا بلدك وهذا وطنك وذولا أهلك وذولا ناسك وذولا تبذل لهم الغالي والنفيس. لكن أن تكون لبلد آخر، وعندما كانوا يسألونكم كل 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 قادة الميليشيات حتى بسؤال افتراضي، إذا ما حصلت معركة بين إيران والعراق لأي سبب كان، نعم. مع من ستقاتل؟ يقولون سنقاتل مع إيران، نعم. طيب الآن لماذا يعني يجب على الشعب العراقي أن يقاتل معكم لأجل إيران؟ لماذا؟ وعلى هذه التظاهرات أن تنتهي لأنها أمريكية ومدعومة من لماذا؟ ليش طالبت؟ ليش هي طالبت بوحدة العراق، طالبت باستقلال العراق، طالبت بالوطن، طالبت بالحرية، طالبت بإيقاف الفساد، بإنهاء الفساد، ببناء العراق، بالازدهار، بالحفاظ على ولده ودمه وحياته. هي الطلبات الأمريكية. لو كانت هذه الطلبات الأمريكية ما جاءت أمريكا واحتلت العراق ودمرت العراق بهذه الطريقة، وما جابتكم أنتم حتى تفسدون وتخربون، والآن تحملون العراق مسؤولية كل هذا الخراب، وأنتم ميليشيات وطنية تخربون متى تريدون، وتعتدون على الناس ما تريدون، وتعتبرون هذا شهيدا وهذا مقتولا. هذا ما انت قتلت نص الدنيا. طيب كل هذه القضية يعني سليماني قامت الدنيا ولم تقعد لحد الآن. أكثر من 1000 شاب من خير الشباب العراق، ذولا قتلتوهم بدم بارد طوال هاي الثلاثة أشهر، لم يبكي عليهم أحد، لم يقف عادل عبد المهدي ويسوي لهم مجلس عزاء ويقعد ويبكي ويلطم عليهم، ما شفنا هذه، ولا التمت الحكومة ولا أحزابها. إذا هذا مشروع أمريكي مشروع إيراني وأجندة إيرانية، وهذا ليس للشعب العراقي علاقة به. الشعب العراقي يريد أن تخرج أمريكا اليوم قبل باكر، ويريد أن تخرج إيران اليوم قبل باكر. نعم. هذه حقيقة، هذا حقيقة التوجه، وهذا هو المشروع الوطني. أما مشروعهم هذا مشروع إيراني، مشروع مدسوس. نعم. السيد علي عزيز من بغداد، يعني معهد هيدسون الأمريكي للأبحاث قال بأن على العالم أن يستمع إلى الشعب العراقي وليس لمجموعة الميليشيات التابعة لسليماني في البرلمان، ودعا المعهد إلى فرض عقوبات على نور المالكي وهادي العامري وحاكم الزاملي ومقتدى الصدر، فيما طالب بمواجهة تأثير إيران التي أسمته الخبيث في العراق. أنتم كناشطين كمتظاهرين كيف ترون بعد مضي أكثر من شهرين على تظاهرات ثورة تشرين، كيف ترون وصول صوتكم إلى العالم؟ هذا انعكاس واضح لما يحدث على الأرض في بغداد. نعم، طبعا نحن في بداية الأيام الأولى لانطلاق الانتفاضة عملنا على الساحة الداخلية اللي هي داخل العراق، وعملنا كذلك على الساحة الخارجية التي هي خارج العراق، من تنظيم مظاهرات ومسيرات في معظم البلدان الأوروبية وأمريكا وأستراليا وكندا، وكذلك عملنا على الجانب السياسي لإيصال صوتنا إلى خارج البلد، إلى منظمات المجتمع المدني، إلى المنظمات والهيئات الدولية. أوصلنا صوتنا للاتحاد الأوروبي، إلى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، وبعثنا شخص في حينها إلى هذا مقر الأمم المتحدة. إحنا صوتنا وصلناه بطريقتنا، وكذلك صوتنا وصلناه بدمنا، يعني الدماء التي سالت في 600 شهيد و 5000 معوق وعدد فاقد لل 23 ألف جريح. هذه كلها رسائل كتبناها بالدم، رسائل كتبناها بأرواحنا، ورسائل كتبناها بجروحنا. وصلنا صوتنا يعني بمختلف دول العالم، ونحن الآن ننتظر وجود أفعال العالم، ننتظر الآن التدخل لإنقاذ الوضع في العراق. الآن الوضع في العراق وضع مأساوي، نحن نعيش الآن
في بلد على حافة الانهيار. يعني الضباع سواء كانت الأمريكية أو الإيرانية تترقب الحين والأخرى لافتراس هذا البلد الآن من جديد وقتل أبنائه وإعادة العراق إلى ما كان عليه أول أيام الاحتلال. نحن الآن نطالب المجتمع الدولي بالتدخل بوقفة جدية، وقفة يعني بحق أن ينقذ هذا البلد. هذا البلد يستاهل، هذا العراق لازم أن ننقذه، هذا بلد الحضارات، هذا اللي علم العالم كل القراءة والكتابة. لا يمكن العالم أن يبقى يتفرج علينا الآن. نطالب جامعة الدول العربية، لماذا هذا السكوت وهذا الصمت العربي إذا ما يحدث في العراق؟ لم يقتل ولا شخص في لبنان والحمد لله والشكر، لم تراق قطرة دم بلبنان. نلاحظ الجامعة العربية ترسل موفدها إلى لبنان لتدارك الوضع، الرئيس الفرنسي يتدخل شخصيا، نحن العالم بأسره يتفرج علينا. نحن الآن نطالب عبر قنوات الإعلام يصار صوتنا للعالم للمجتمع الدولي من أجل التدخل لإيقاف قمام الدم. نحن الآن نعيش مرحلة تهديد بالصميم، نحن كمتظاهرين وعوائلنا وأطفالنا. نحن الآن في مرحلة يريدون بها وقت هذه الانتفاضة. نعم، أعود إليك السيد علي عزيز. دكتور، يعني اليوم كشفت وثيقة سرية للاستخبارات الإيرانية نشرها موقع أمريكي عن دور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ارتكاب جرائم إبادة ضد العراقيين المدنيين أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة. اليوم كذلك أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق اكتشاف مقبرة جماعية جديدة لمدنيين في منطقة المشتل شرقي مدينة الفلوجة، يعتقد أنهم من المغيبين قسريا. نحن الآن في وضعية حتى هناك يعني خوف في محافظة الأنبار، وكذلك هناك تخاذل من قبل المسؤولين المحليين على عدم كشف هذه المقابر. نتذكر قبل أيام تم اكتشاف مقبرتين ولم يتم لغاية الآن الحديث أو التأكيد بأنها تعود لشخص معينة. كل هذه المقابر الجماعية وكل هذه التقارير الأمريكية التي تحمل ميليشيات إيرانية وعلى رأسها قاسم سليماني بأنه ارتكب مجازر بحق المدنيين إبان الحرب على تنظيم الدولة داعش، هذه المسؤولية، مسؤولية جرائم الحرب، برأيك ما هي الوسائل التي يمكن تفعيلها لتثبيت هذه الجرائم على من ارتكبها من قبل ميليشيات إيرانية أو من أوامر إيرانية مباشرة من هناك؟ دكتور عمر، هناك فرق كبير بين الموقف المبدئي والموقف الانتهازي. نعم. المواقف المبدئية للقوى المناهضة للاحتلال، المقاومة التي رفضت كل هذا، المناهضة العملية السياسية، كانت واضحة من أول يوم الاحتلال لغاية الآن على موقف ثابت واحد، تدين الجرائم، تدين سفك الدماء، ضد سفك الدماء العراقية، ضد الجرائم، ضد العراق، ضد الفساد، ضد القرب، ضد استلاب العراق، ضد العبث بأموال العراقيين، ضد من يعبث بسيادة العراق واستقلاله. هذه مواقف ثابتة وظلت ثابتة. لكن مواقف الانتهازية، القوى من ضمنها قوى كبرى الآن تحدثني عن الولايات المتحدة، الآن تكشف عن وثيقة تدين سليماني. ما هذا سليماني لم يصبح سليماني إلا تحت هذه المظلة الآن اللي يدينه، تحت هذه المظلة الأمريكية. إذن موقف انتهازي، عندما يصبح هناك مناكفة وعداء تظهر هذه. لكن طوال هذه السنوات كان ترتكب الجرائم تحت هذه المظلة ويغمضون عيونهم ويساعدونهم على ارتكاب هذه الجرائم. الشعب العراقي يعرف جرائم سليماني ويعرف جرائم الميليشيات ويعرف جرائم أمريكا وجرائم إيران، وهو ضحية كل هؤلاء المجرمين. هذه الحقيقة. وهذه المقابر التي تتحدث عنها حضرتك، هذه مقابر الميليشيات التي ارتكبتها بحق العراقيين الأبرياء. نعم. هذا التطهير الطائفي، هذا التغيير الديمغرافي الذي حدث في العراق، هذه كل نتائجه. وهذه المقابر قد ملأت الدنيا. في عام 2003 وقبلها أقاموا الدنيا ولم يقعدوا على النظام السابق لأنه مقابر. طيب، نعم، وماذا فعلتم أنتم؟ أقاموا الدنيا على عدم قدرة النظام السابق والأنظمة السابقة على الرؤية الصحيحة ورسم السياسات، وماذا تفعلون أنتم الآن؟ ما هي القضية هكذا. الآن الوضع أسوأ بكثير، الجرائم ترتكب
وكانت ترتكب بالرعاية الأمريكية والرعاية الإيرانية والتنفيذ الإيراني والأمريكي، والشعب العراقي من يدفع هذا الثمن؟ لاحظ هذه المدن التي دمرت، لاحظ 12 مليون جائع من العراقيين. هذا البلد أمريكا تعرف وإيران تعرف، والذين يحكمون العراق من عام 2003 لحد يعرفون الأموال يمسكونها، أن العراق أغنى بلد بالعالم. لكن هل من المعقول أنت أغنى بلد بالعالم وشعبك أفقر شعب بالعالم؟ لديك 12 مليون عراقي، باعتراف وزارة التخطيط 38% من العراقيين تحت خط الفقر يأكلون من المزابل. نعم. لديك 8 ملايين عاطل عن العمل، 7 ملايين 8 ملايين أمي، 5 ملايين يتيم، 3 ملايين أرملة، مليون طفل بالشوارع مشردين، 5 ملايين خارج العراق، 4 ملايين بالخيم. هذا الشعب العراقي ممزق. من مزقه؟ من جعله شعبا فقيرا، شعبا يعني مدمرا مجروحا ينزف؟ هذا البلد ينزف من جده؟ ما هي أمريكا وإيران وهذه القوى التي تعاونت معها. خوم الشعب العراقي جرح نفسه، خوم الشعب العراقي يرضى بالذل ويرضى بالمهانة ويرضى بالفقر. هذه المدن الحلوة مثل البصرة والعمارة وغيرها والناصرية لماذا تعاني؟ لماذا يعانون شبابها؟ هاي الشباب الحلوين كل هذه المدن بالنجف وكربلاء وبالعمارة وبغداد وبالرمادي وكل، لماذا يعانون من البطالة؟ يتخرج مهندس ويقعد بالشارع ببسطة، يتخرج طبيب وما يلقى مستشفى، لا مستشفى لا جامعة لا مدرسة، كل سرقات وبوب. وعندما يريدون حربا يريدون مواجهة، تعال يا الشعب العراقي أنت وقود هذه، وإذا ما تكون ويانا فالميليشيات جاهزة تقتلك تذبحك. هذه القضية ما عادت مقبولة، لا يمكن قبولها. الآن هذه مسؤولية المجتمع الدولي. الآن العراق دولة لا دولة، العراق فاقد للأهلية حقيقة. هذه حقيقة. شعبه صاحب الأهلية، وشعبه صاحب الإرادة، وشعبه صاحب القرار، لكن شعبه غير ممكن، لا يستطيع، لأن بنادق الميليشيات وبنادق إيران وبنادق أمريكا تحمي هذا المشروع على العالم كله. يعني الرأي العام الدولي، منظماته ودولة، أن تقف مع الشعب العراقي، أن تدول قضية العراق، أن يعاد تأهيل العراق، لأن العراق غير مؤهل، لا دولة الآن في العراق. يجب إنقاذ الشعب العراقي. يجب العراق الآن بلد منكوب، فعلا منكوب، ويجب أن يوضع في قوائم الأمم المتحدة بلد منكوب. والآن يجب كيف يتعاملون مع بلد منكوب. لا يوجد بلد بالدنيا عانى ما عاناه العراق منذ كل هذه السنوات، 17 سنة على الأقل. ناشط علي عزيز، يعني لو تنقل لنا صورة التظاهرات في العاصمة بغداد، وكذلك تحدثنا أو رأيك حول ما حصل يوم أمس حول اقتحام بعض الميليشيات لخيم المعتصمين في البصرة، وكذلك الاعتداء على المتظاهرين في الناصرية ومقتل أحد أو استشهاد أحد المتظاهرين هناك. في الناصرية عدد الشباب الأبطال الذين استشهدوا وصل العدد بهم إلى 3 أبطال. استشهد الشاب الثالث صباح هذا اليوم بالمستشفى متأثرا بجروحه البليغة. أما في محافظة البصرة، الذين هاجموا الخيم المعتصمين كانوا يحملون العلامة الصفراء، رايات الصفر، رايات حزب الله، وقاموا بهذا العمل المشين من حرق الخيم، وبعثرت كل المواد التي كانت يملكوها من طعام وشراب. أما في بغداد الحمد لله والشكر أعداد المتظاهرين جيدة جدا وبازدياد مستمر، وكما أخبرتك ومن خلال قناتك نحن دعونا إلى مليونية يوم 10/1 يوم الجمعة القادم. نعم. الناشط علي عزيز كان معنا من العاصمة بغداد، والدكتور الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.